سيدي الكوتش، يعني وقع تاني واحد تحول، يعني بعد المصادقة على تعديل الدستور 96 وإقرار التناوب، حكومة التناوب في نعم 92، واللي غادي تدخل تشتغل مع وزير المكلف بحقوق الإنسان محمد أوجار كمستشار نعم في مجال حقوق الإنسان، لعبتي دور في هذا المجال، شو ممكن تقول لنا في التجربة هذه؟ هذه تجربة أنا بالنسبة لي كانت تجربة أخرى اللي تنعتبرها غنية في المسار ديالي، لأن إذا كانت تجربة المنظمة مكنتني من التعرف بشكل جيد على الآليات والالتزامات وبناء علاقات مع شخصيات على المستوى الوطني والدولي في المجال الغير الحكومي، التجربة مع حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي كانت نظر إلى حقوق الإنسان من الموقع الآخر، وكان ربما الاختيار ديال السي محمد أوجار اللي كانت معرفة بيناتنا سابقة ولكن ماشي عميقة بزاف، اللي غادي تبنى من خلال العمل. بطبيعة الحال كانت الوزارة فاتية، الطاقم والناس اللي جايين حتى هما كذلك، والظرفية السياسية تغيرت. هذا جينا مع فترة ديال انتقال الملك، وبالتالي كيف الانخراط في هذه الديناميه بشكل جديد وبشكل اقوى، تنظن اعطينا نفس في الحقيقه، مساهمنا في اعطاء نفس وترجمه الروح السياسيه اللي كان تعبير عليها انا ذاك من طرف جلاله الملك، من خلال انخراطنا في الديناميه على المستوى الدولي، بان السي محمد اوجار من اللي اقترحنا عليه باش يمشي لجنيف امام لجنه حقوق الانسان، فكان من المعطيات اللي تنقولوها هو انه اول وزير مغربي سيلقي كلمه امام لجنه حقوق الانسان في الامم المتحده منذ ان استقل المغرب. فكان الحدث يثير شويه ديال التخوف، علاش وكذا، تنقولوا حنا نظرا لظرفيه سياسيه ما كان عندهم ما يقولوا من قبل، بالتالي الان ربما جايين برؤيه، وهذيك الرؤية هي اللي قدمنا، اللي فعلا كانت عطات واحد صفة أخرى واستطاعت باش تصالح المغرب حتى مع المنظمات الدولية آنذاك، لأن كان أول من التقيناه الحكاية ديك الساعة مع السيد السفير السيد التويمي الله يرحمه، كان هو السفير في جنيف، غادي نديروا عشاء اللي نحضروا فيه واحد العدد ديال الشخصيات، فكان السي محمد أوجار قال له شوف مع فلان شكون اللي نعرضوا عليه؟ قال لي راه غادي نعرضوا على الاصدقاء ديالنا باش يكون شويه تبادل مع الوزير. قلت له غادي تسمح لي السيد السفير، حنا غادي نعرضوا على اللي ماشي اصدقاء ديالنا، هما الاولين واصدقائنا خلي لهم وقت اخر، لان قلت له المرحله هي ديال خصنا كيفاش نبنيو واحد الوضع جديد داخل ده. فكان استدعاء، قال لي وغادي يجي، وقال لي انا راه ملي كانوا كيشوفوني في الكولوار ديال الامم المتحده كيتخباو تندوز باش ما يسلموش هدية. قلت لي بعثت الرسائل ويكون خير. فعلا كان عشاء من نوع خاص اللي حضرته كبريات المنظمات الدوليه في مجال حقوق الانسان، والنقاش مفتوح حول الوضع الحقوقي، حول التحديات، حول شنو اللي يمكن يدار، شنو اللي مازال غادي تكون فيه انتظارات، لان ماشي هذا قرارات ما كتحل شي غير بحضور ديال الوزير. فبالتالي ولكن خلقت دينامية جديدة اللي حتى أنه جعلت المغرب مثلا في الأمم المتحدة آنذاك يكتسب مكانة محترمة، ويمكن نعطيو دليل عليها هو أن الإعلان الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لما كان بغى يتعرض أمام لجنة حقوق الإنسان، كان اتصل بالمدير ديال الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان ليخبرني بانه اجتمعت المنظمات الدوليه في الموضوع، واقترحوا باش انه يكون يتم تبني هذا الاعلان من طرف دولتين، واحده من الشمال واحده من الجنوب، وكان الاقتراح من الشمال دوله النرويج ومن الجنوب المغرب. فقال لي واش المغرب مستعد؟ قلت له انا بالنسبه لي مبدئيا ربما مستعد، ولكن القرار السياسي ماشي ديالي انا، هذا قرار ديال الوزير. فكان الحديث في الطريق ونحن في اتجاه جنيف مع السي محمد اوجار،
وكانت الموافقة بطبيعة الحال على أن ينخرط المغرب، ودخلنا في الخطاب الرسمي اللي تلقى أمام اللجنة، ودخلنا في ترافع وإقناع الدول بالتصويت لفائدة الإعلان ديال المدافعين عن حقوق الإنسان. دونك كيفاش كتبني واحد العلاقة اللي كتولي فيها مصداقية، وكتولي فيها الطرف الآخر يعتمد عليك كذلك في الدفاع عن قضايا اللي هو محتاج لها. نسب الكشاني من خلال هذا العمل الحقوقي من داخل المؤسسات، يعني أصبحت لديك علاقات مع شخصيات في الدولة، مستشار الملكي مزيان بن فقيه رحمه، مستشار الملكي محمد معتصم، واشتغلتي في تقرير الخمسينية، شو ممكن تقول لنا على هذه التجربة؟ هذه هي تجربة في الحقيقة أغنت عندي الرؤية اللي كنت نعتقد بأنها مدخل جديد للدفاع عن حقوق الإنسان، هو كيف تؤثر في السياسات العمومية للدولة من الداخل، وكيف تتلمس المداخل الممكنة المساعدة على اتخاذ القرار الوازن اللي يمكن يجعل قضايا حقوق الإنسان تتقدم. سي محمد معتصم آنذاك كان عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لأن ديك الساعة باقي فيه الأحزاب وباقي فيه النقابات إلى آخره، وكان فيه مستشار جلالة الملك. ومن بعد غادي تجي العلاقة مع المرحوم سي عبد العزيز مزيان بن الفقيه في إطار تقرير الخمسينية اللي كنت ساهمت فيه كذلك، لأنه كان شخصيات أخرى بحال سي فؤاد علي الهمة، سي عمر الزيمان، فملي كتشوف في العلاقة المباشرة مع الناس تكتشف بأن هناك طاقات قوية داخل الدولة نفسها اللي يمكن تكون مساعدة بشكل قوي على الدفع في تقدم قضايا حقوق الإنسان، لأنها أولا تتكون رافقة تجارب احتكت بالناس في خلال المراحل، ماشي غير سمعت بك ولا جلست معك ولا شربت معك قهوة. هذو قضايا حقوق الإنسان كانت في واحد الزمان متواصل. أنا ديك الأحكام المسبقة على الناس من بعيد بدون معرفة ما كان أعتقد لا تقدم لا صاحب الفكرة ولا تقدم الأشكال اللي ممكن بناءها، لأن خص قنوات وخص الآليات اللي تكون كتحمل هذا الانشغال الحقوقي والانشغال ديال بناء دولة القانون باعتباره اختيار ديال الدولة. هادو كنعتبرهم من العناصر اللي ساهموا في صنع هذه المحطة. طيب هذه يمكن نقولوا بأن شاب اللي دوز الاعتقال السياسي في سن ديال 20 سنة وكانت عنده أفكار ثورية حالمة، ودوز السجن وخرج وكان عنده يعني أفكار يسارية ماركسية، واش كنتي كتخيل في هذيك الفترة أنك ممكن تشتغل مع رجالات ديال الدولة؟ لا هذا لا غادي ما يمكن ممكن ما كنتيش تحلم كاع هذا حلم. هذا زعما ما نعتز به بصراحة. هذا الجانب كنعتبرو من جانب اللي غنات الرؤية ديالي أنا حول التحديات اللي كتكون حتى داخل المؤسسة الدولة في الدفع بتقدم ملفات، لأن ماشي كل شيء سهل غير السلام عليكم قرار سير دير هادي وراك تبدل العقلية وتبدل الثقافة والقانون إلى آخره. هذا عمل اللي كنعتقد كان ثري اللي بطبيعة الحال ما عمرني حلمت به. عدد من اليساريين اللي تقريبا مسارهم مشابه لك يعني خدوا مناصب مسؤولية في الدولة، نعم لا هذا ما هذا ماشي إيه أنا هذا موقف. أنا ماشي لا أنا ما عندي موقف، ولكن هذا ماشي مسؤوليتي أنا. أنا أشتغل، أنا كنعتقد بأن تنخدم بلادي من الموقع اللي أنا فيه بكل صدق. ملي كنكون عندي قناعة بالدفاع على واحد القضية اللي كنعتقد بأنها ستساهم في تقدم بلدي